لكن لو تكرمت صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي هي من قدر الله حين سأله عن الرقى والأدوية والاتقاء بغير ذلك. بما مقدرة، نحن نؤمن أن الأمور مقدرة ولكن نأخذ بالأسباب. ما في عندنا أي مشكلة في هذه المسألة، نعتقد اعتقادا صحيحا ونعمل عملا صحيحا. نعتقد أن الأمور قدرها الله ونعمل كما أمرنا الله. نعتقد أن الأرزاق مقسومة كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي ذات الوقت فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فنعتقد أن الأمور مقدرة ونعمل عملا صالحا، وهذا مضمون قوله سبحانه إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. فإيمان نعتقد أن الأمور مقدرة ونعمل صالحا، نعمل بالقدر، نؤمن بالقدر ونعمل عملا موافقا للكتاب والسنة. أنت معتقد أن الذرية مقدرة صح؟ نعم معتقد تماما، لكن تنام جنب زوجتك كالحائط طول الليل ولا تقربها، ما وافقت العمل الصالح. سليم، تركنا الأسباب. الله يسلمك، شكرا يا عم سيد.